السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة يا شباب هنتكلم فيه عن الساوند، ازاي اضيف ساوند كارنت ساوند موجود اصلا داخل برنامج سكراتش او ريكورد نيو ساوند، اضيف او اسجل صوت جديد. تعالوا نشوفه مع بعض. اتعلمنا قبل كده ازاي نحرك الكاركتر 10 ستيبس. النهاردة بقى هنتعلم ازاي اضيف صوت. اروح للساوند، عندي هنا ستارت ساوند، وتعلمنا عشان نشغل الساوند في نفس مسار الكود بنحمه كده. تعالوا نشوف هيبدا يشتغل ويعمل صوت مياو. الصوت ممكن ما يكونش واضح عندك لان انا عندي التسجيل من ايه، من المايك مش من الجهاز. هنا في قائمه صوت الديفولت ساوند بتاعي مياو، ممكن اعمل ريكورد، ممكن اعمل ريكورد اضغط هنا او اروح في الكاستمز هنا كده ساوند سوري واختار choose a sound. لو انا عندي اصوات تانية مثلا animals في مياو هنا وهنا، نجرب دي، ده صوت تاني، دي كلها أصوات للأنيمالز أو للحيوانات. طب أنا عايز أسجل صوت مثلا، أنا أبي أسجل صوت بنفسي، أروح لنفس الإيه الأيكون هنا كده وأقول له إيه ريكورد ساوند، تظهر لي إيه الدايلوج بوكس دي ريكورد ساوند. مثلا عايز أسجل عبارة I am a kitty cat، سجل كده Hello, I am a kitty cat. طبعا هتعمل صوت غريب شوية علشان ايه يكون في دي شخصية كرتونية. ونعمل سيف. لو انت الصوت ما عجبكش وعايز تعيد الصوت مرة تانية نعمل ايه ري ريكورد، يعني تسجيل الصوت مرة تانية، واضغط هنا كده على ريكورد عشان ابدأ ايه اسجل. مش هيسجل الا لما اضغط على ريكورد. Hello, I am a kitty cat. ونستعرض الصوت، وافقت على الصوت، اعمل سيف. كده عملنا صوت جديد، ممكن اسميه هنا ايه كيتي كات، ده اسم الصوت بتاعي فعلا، اعادت تسميته كيتي كات، ده الصوت اللي هيظهر عندي. اروح للكود مره ثانيه، منين؟ من هنا، من الكود ستارت ساوند واخد كيتي كات، اضغط تاني، يبدا يمشي 10 خطوات ويقول ايه ستارت ساوند I'm a kitty cat.